بسم الله. واحنا شغالين على السينما 4D، ساعات ممكن تحتاج صور او ماتيريال او ملف اوتوكاد او ملف 3D ماكس او ملف اي ملف عايز تفتحه وتضيفه للمشروع بتاعك والشغل بتاعك. عندي هنا كونتنت براوزر، بلا هنا كتالوج، لو في عندك كتالوجات ببدأ اشوف ايه اللي موجود. كمبيوتر ده الهارد بتاعي لو انت عايز حاجة منه، الفيفرت، النتورك، الشبكات، السوند، السيرش ريزولت. تمام، خلينا ندخل مثلا على الايه، ادور عندي مثلا على فوتوشوب، دي حاجات اوتوكاد. خلينا مثلا ناخد نجفة، انا مش مقتنع بالنجف في البيت عموما يعني. تمام، هتلاقي نزلت بالماتيريال بتاعتها. شكل اللي كان عاملها كان عامل اكس والواي غلط بتاعها. ادي الماتيريال، ادي النجفة، هي نزلت خلاص. تمام، تقدر بقى تعمل لها موف وتحطها مطرح ما انت عايز. الفكرة انها بقت موجودة معايا في قلب المشروع. تمام، ممكن تدخل ملف اوتوكاد وتشتغل عليه، يعني ممكن يكون عندك مشروع كامل تقدر تدخل الدور الاولاني والتالت والرابع، او من فايل تقول له اوبن وتختار ملف دي اكس اف. دي اكس اف هو بيفتح دي اكس اف كويس بدون اي مشاكل. تمام، زي المشروع دوت. تمام، طيب بعد كده لما ادخل على اوبجكتس، اوبجكتس كان بيظهر لي الملفات الحاجات الموجوده، كان مثلا لما احط كيوب او بيراميدز كان بيظهر معايا. طب تعالى بقى اشوف العنصر ده اللي هو النجفه ظهر معايا هنا، ادوس على علامه زائد الاقي الليرات موجوده هنا، بحيث ان انت تقدر تضفي اي لاير انت عايزها وتشغل اي لاير انت عايزها. تمام، ممكن اي لاير تروح تضيفها او تظهرها او تغير الماتيريال، تبدا تشوف الماتيريال وتبدا تحط الماتيريال اللي انت عايزها. تمام، الاصل ان خلاص ده بقى عنصر معاك تقدر تشتغل عليه. ولو عايز تجيب صوره برضو من هنا كونتنت براوزر، دور على الصور وتحملها في المشروع او ماتيريال او اي حاجه انت عايزها.